يعلن الديوان الملكي ان صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القيد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء سيتوجه بحفظ الله الى الولايات المتحده الامريكيه في زياره رسميه يلتقي خلالها بفخامه الرئيس باراك اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه ويتراس سموه حفظه الله وفد مملكه البحرين في القمه الخليجيه الامريكيه التي ستعقد في كامب ديفيد رافقت سموه السلامه في الحل والترحال.